خصني انا انت اخرتي انا كيف ما صح سوري انا متاسف اوكي انا متاسف حق علي انا غلطان انت تاخرتي على كوفير انا غلطان شو معقول يعني صاحبتها تاخرت عليها وهي تاخرت على الكوافير والكوافير زعل شو خصني انا ابن خالتي صباح الخير صباح الزفت حاولي حتى شغلي اربع ساعات خمس ساعات ست ساعات مرات اوفر تايم ما بحسبوا لي شيء ليش بتقولوا هذا انه هذا واجبي اللي انا لازم اعمله طول عمري اسمع اقول شو بدك تعمل يعني هيك الحياه سمير حبيبي ابن خالتي انت انا طلبت منك تنيمني عندك لهذا السبب بدي فرصه اعرف احكي معك لا اعرف اشوفك المساء ولا اعرف اشوفك باي وقت ما انت بتعرف انا شغلي كيف بعرف وضع شغلك بعرف عشان هيك سمير موضوعك يا ابن خالتي يا حبيبي مضايقني انا مخنوق عنك انا راح انفجر كيف قادر تستحمل وتعيش هاي العيشه كيف مرتك لازم تعرف مين انت لازم تعرف مين الزلمه في البيت لازم بعرف بس انا مرتي يعني عارف كيف بتخليها تحكي معك في هاي الطريقه انت الزلمه انت الزلمه في هذا البيت ما بحكي لك تخاوي عليها سوي واجباتك سوي كل إشي بس بالنهايه بتصحى امتى ما بدك بتنام امتى ما بدك بتاكل امتى ما بدك بتروح الشغل امتى ما بدك بتفوت على الحمام امتى ما بدك حر انت حر انت حتى بشغلك مديرك مديرك كيف بتخلي يخليك بالمكتب اربع ساعات من غير اوفر تايم كيف بتخليه حتى اللي اصغر منك كيف هم بيطلبوا منك طلبات كيف هم اللي بيطلبوا منك مش انت مديرهم هم مرات انت مديرهم هدول اللي اصغر منك حبيبي ركز معي بتوقف على كل كلمه انت بتحكيها بده يصير اللي انت بدك اياه لازم تدافع عن حالك لازم ما تخلي اي حدا يحكي معك باي طريقه انت مش عاجبتك فاهم علي ممنوع انت زلمه زلمه انت توقف عند كل هدول الناس بتمشي اللي انت بدك اياه غصب عنهم مرتك شغلك مديرك كل حدا بحياتك بدك تحسسه انه انت الزلمه والكلمه الك ايه ابن خالتي والله قلبك شارع قلبك يا اخ بس قديش ساعة سمح تعرف ايش قال الجواب ابن خالتي علم من هناك ما خلاص معلم بس وين طريق العبد لو سمحت ميلات وين؟ بدك قهوة؟ يا سمير لا 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 ما بدي اشوف وجهه نهائيا خليك معي انت كيف بتهم؟ سمير لا مش هيك حبيبي ما بصير تفرشش بالعالم بدك تلاقي شيء تفرغ طاقتك فيه حبيبي فرغ طاقتي فرغ طاقتي سمير
بياخة. شفت كيف شكلي؟ آه لسه هلا بتوصلك. بعث لي اسمها سنتا. اسمع هي بعت لك ايميل. خلص خلص.